دول الكومبايلز تحت، يعني مش معقوله اقلبها كده. يبقى دي الهيد وده الجزء اللي هو اللور اند. اعرف ازاي قدام من ورا؟ قدام ده سيرفيس ناعم، من ورا فيه لينيا استر. فعشان كده انا عمري ما هجربها كده ولا اجربها كده، لازم ابقى انا باصص على ايه؟ على سموث سيرفيس. زائد ان من ورا الكوندايل هنا لما باجي بحط صباعي بلاقي يعني نون انسينويتنج، يعني مش ماشي في النص او مش محشور. لكن هنا تيجي تدخل صباعك تلاقيه محشور بالمنظر ده. يبقى هو ده الباك اوف ذا مين اوف ذا فين. يبقى بالمنظر ده العظمه بدخل راسها لجوه كده بالمنظر ده وبجربها على نفسي. لو لقيتها داخله كده خلاص يبقى دي مين فيها مشاكل. نيجي نبص هنا ايه الحاجات اللي تهمني. نمره واحد، الفيمر دي ماسك فيها عضلات بتاعت الفرونت اوف ذا ثاي اللي انا بشوفها هنا على الجزء. ففي واحده لازقه عايده على العظم، اللازق عايده على العظم دي هتبقى فاستس ايه؟ طيب قلنا الميديالس واللاترالس فين؟ اللاترالس دي ناحيه بره ولا جوه؟ بره. والميديالس ناحيه فين؟ ناحيه فوق. طيب نبص كده، انا هبص هنا هلاقي خطين، اتتبع المسار لقيتها داخله هنا، دي داخله لجوه، دي ناحيه الراس، تبقى دي فاستس ميديالس. ويلف من فوق ولورا فاستس لاترالس. يبقى الاتجاه الميديال في اتجاه الراس من تحت وجوه فاستس ميديالس، من فوق ولورا فاستس لاترالس، وفي النص فاستس ايه؟ انترميديس. يبقى تاني، يبقى اللي في النص دي فاستس انترميديس، من تحت وجوه فاستس ميديالس، من فوق وورا فاستس لاترالس. طب نيجي للنقطه اللي بعدها، اللينيا اسبرا اللي انا بطلع معاها في جزء مع نفسه كده تخين بيسموه جلوتيال تيوبروستس. بيجي في الامتحان تلاقي العظمه مش متلون فيها اي حاجه، والحته دي بس متلونه مكان الجلوتيال تيوبروستس، فانت تحس الجزء اللي متلون. لو لقيت الجزء ده بس اللي متلون لي فوق جلوتيال تيوبروستس، يبقى مين هتمسك فيها؟ جلوتيس ايه؟ ماكسيموس. يبقى جلوتيال تيوبروستس تمسك فيها جلوتيس ماكسيموس. في النص كل ده فاستس انترميديس، من تحت وجوه فاستس ميديالس، من فوق وورا فاستس لاترالس، على الجلوتيال تيوبروستي جلوتيس ايه؟ ماكسيموس. بعد كده هنزل تحت هلاقي عندي 8. الثمانيه دي ايه؟ طبعا انا هدي لك يعني فرده منهم. يعني المفروض لو ناحيه الراس، يعني ناحيه جوه ناحيه ميديا صار، دي يبقى الدكتور ماجنوس. الدكتور ماجنوس الناحيه دي بايسبس الشورت هيد، تمام؟ يبقى تاني نقولها تاني، يبقى دي جلوتيال تيوبروستي ناحيه الراس هنا اهو، وتكمل للاخر دي الدكتور ماجنوس. الناحيه الثانيه هنا البايسبس اللي هي الشورت هيد. هنا اهو فاستس انترميديوس، تحت والجوه فاستس ميديالس، فوق والورا فاستس لاترالس، وفي النص هنا ايه؟ سمعوهم بقى، فاستس انترميديوس، فاستس لاترالس، فاستس ميديالس، جلوتيس ماكسيموس، دكتور ماجنوس، شورت هيد. جميل. اخر حاجه هقولها في الفيمر عشان نخلص، ولو انها يعني لسه ما حددناش اذا كانت الحاجات دي ممكن تجيلكم ولا لا، بس انا هقول احتياطي وخلاص. هي بسيطه يعني. الجريتر ترو كونتر مش دي بس ولا دي بس، لا دي وش وظهر. يعني الجريتر ترو كونتر وش وظهر دي، ودي لسر ترو كونتر. طيب بقول المعلومه دي ليه؟ لان الجريتر ترو كونتر بلاقي فيه ثلاث عضلات شبطانين عليها. ايه الثلاث عضلات الشبطانين عليها دول؟ من قدام، يعني من الفيو قداماني، يعني العظمه قدامي وشايف حاجه متلونه فوق، فوق هنا دي جلوتيس مينيموس. مينيموس اللي زيها الناحيه الثانيه بس من ورا جلوتيس ميديوس، يعني هنا ميديوس وهنا المينيموس، في النص بايريفورمس. هقول تاني، من قدام لقيت حاجه متلونه فوق الفاستس لاترالس هنا اهو، دي جلوتيس مينيموس. الناحيه دي جلوتيس ميديوس، وفي النص بايريفورمس. عشان هم قريبين من بعض عشان كده يعني اعتقد، يعني اعتقد ان ممكن ما فيش، بس ما حدش عارف. فلو في اي حاجه جديده انا لا يعني هقول لكم عليها. يبقى نقولهم كلهم على بعضهم، يبقى دي فاستس انترميديوس، فاستس ميديوس، فاستس لاترالس، جلوتيس ماكسيموس، 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 جلوتيس ماكس
طبعا في يعني حاجات كتير بس في حاجات انتوا لسه ما خدتوهاش، فانا هقول اللي اتاخد. فانتوا اللي اتاخد عندكم ايه؟ ثلاث حاجات. باجي ببص على التيبيا يعني من واحد كده برضو اعرف ازاي مين من شمال. اولا التيبيا دي موجوده في الكومبارتمنت اوف ذا ليج، معاها عظمه ثانيه اسمها فيبيولا، زي ما كان الابر ليمبر فوق الارم كان فيه ريديس والم. التيبيا دي العظمه الميديال بتاعت الليج ولا العظمه اللاترال بتاعت الليج؟ ميديال يعني تتحط على انهي صباع؟ كبير بالظبط، تتحط على صباعك. فانا عندي الميديال بوردر او الميديال سيرفيس بتاع العظمه دي بعرفه من الميديال مالولس. الميديال مالولس هو ده الجزء الميديال، هو ده اللي هحطه على رجلي. لقيته بيشاور على الصباع الكبير يبقى انا صح، لقيته بيشاور على الصباع الصغير يبقى كده غلط. نمره واحد. نمره اثنين، هو فين قدامه وفين ورا؟ بالعقل كده. انت دلوقتي مش ركبتك باظه باينه كده من تحت الجلد ليه؟ علشان في عظمه الباتيلا راكبه عليها، وفي كمان ده اللي هو ايه؟ التيبيال تيوبروستي. ومش كده وبس، ده انت عندك كمان الخط ده اللي هو بتاع قصبه الرجل اللي انت بتحسه تحت الجلد على طول، اللي هو ده اللي قدام ده مش هتلاقيه ورا، بعكس الفيمر. الفيمر كانت سيرفيس سموث من قدام ومن ورا في ليني اسبرت. من قدام هنا في اللاين او البوردر ده، ومن ورا في سيرفيس. وخلي بالك من نقطه، التيبيا ملهاش وش قداماني، التيبيا ليها وش ميديال ولاترال على طول عشان في خط اقسامها بالنص. عشان كده بقول لك الناحيه الميديال دي هي دي اللي ماشيه مع مين؟ مع الميديال مالولس. طيب ايه اللي يهمني فيها كمصد؟ نمره واحد، التيبيا تيوبروستي دي بيخلص فيها ايه؟ ليجمنت الباتيلي. ليجمنت الباتيلي بتاعت الكوادريسبس. في الامتحان اكتب ليجمنت الباتيلي ولا اكتب كوادريسبس؟ تكتب ليجمنت الباتيلي. كتبت كوادريسبس تنقص، كتبت ليجمنت الباتيلي بين كوادريسبس اوكي ماشي، ليجمنت الباتيلي ساده اوكي، لكن كوادريسبس لوحدها لا تنقص. دي ليجمنت الباتيلي. يبقى لو لقيت التيبيال تيوبروستي اللي هو الانسرشن ده يبقى ده ايه؟ ليجمنت الباتيلي. نمره اثنين، الميديال سيرفيس ده بتاع التيبيا ماسك فيه ثلاث عضلات. المنطقه دي بيسموها SGS. SGS اختصار ايه؟ سارتوريوس جراسيلس سيمي تندروزس. جراسيلس سيمي تندروزس اصلا ناس في بعض فاضيين يظبطوه، لكن اللي ممكن تيجي اللي هي رقم اثنين بالعربي دي سارتوريوس. يعني هي تبقى سارتوريوس جراسيلس سيمي تندروزس، رقم اثنين اللي بالعربي دي سارتوريوس. سارتوريوس عميزه. تالت حاجه واخر حاجه ده لحد يعني ما انتوا خدته، باجي بقى ابص ورا بقى مش قدام، اجي ابص ورا هلاقي ايه؟ هلاقي عندي فيه شق كده متلون ازرق، ده جروف لعضله اسمها سيمي ممبرينوزس. عشان كده هو اسمه جروف فور سيمي ممبرينوزس. يبقى العضله دي اسمها ايه؟ سيمي ممبرينوزس. يبقى على التيبيا عايز اعرف ايه؟ هنا في ليجامنتا باتيلي، هنا في سارتوريوس، وهنا سيمي ممبرينوز. يبقى نقولهم تاني، يبقى دي ايه؟ ليجامنت باتيلي. ليجامنت باتيلي سيمي ممبرينوز. مين بالعربي؟ سارتوريوس. جميل. فاستس انترميديس. فاستس انترميديس. فاستس انترميديس. جلوتيال ماكسيموس. يعني جلوتيال بروس دي عليها جلوتيال ماكسيموس. الناحية دي الضغط المجموعي. والناحية دي شورت اوف فويسز. بلوتيس مينيمس. بلوتيس مينيمس. وفي النص فاير فورس. مين دي؟ سيمي ممبرانوزس. لا ده كل واحد بيقول حاجة. سيمي ممبرانوزس. الدكتور ماجنوس دي الدكتور ماجنوس يا جماعة. قلت لك بص على الخط ده، دي فوق وتحت وفي واحده مع نفسها هي كملت دي، عشان كده شاورت عليها. دي ايه؟ الدكتور ماجنوس. طيب اللي فوق دي مين؟ سيمي ممبرانوزس. واللي تحتها سيمبرانوزس وبايس. جميل. بلوتيس ماكسيموس. بلوتيس ميديس مينيمس. ريفلكتس فيمورس. ستريت هيد ريفلكتس فيمورس. سارتوريوس. نقطة الشرطة ريفلكتس على البوردر من تحت جراسيلس. واضح معاك؟ واضح؟ فين نبص على الجثة؟ شباب بصوا عشان العدد كبير ممكن نقسم نفسنا، نقسم نفسنا اللي قدام يعني اللي ورا ممكن يطلع ياخد نفسه شويه ويجي كمان 10 دقايق عشان غيره يجي، واللي قدام يطلع عشان يجي فرصه للي ورا.
هيكسب. ما خسرش في الشات. شوف بس مصطفى.